اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا لكل خير. اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا وكل من علمنا خيرا. اللهم اجزهم أفضل ما تجزي لعبادك الصالحين، واحشرنا وإياهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل أن نواصل الكتاب نقرأ الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء الكامل صورة وسيرة وسائرة، وبنية ازدياد المحبة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة لسيد محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بكتاب هذا وبكل ما تركه من علوم وصلاح، نسأل الله أن يرزقه أعلى عليين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة لكل حضور بنية قضاء الحواج ودفع كل شر وجلب كل خير وحسن الخواتيم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة في الحياة الدنيا والحرص على نشر هذا الدين وهذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نواصل في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ المحدث المفسر سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به بشيوخنا في الدارين، آمين. ما زلنا في تعداد 40 حديث في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما زلنا باب فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وهي من الصفات الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خصاله. وصلنا إلى الحديث 39 وهو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على نشر أحاديثه وتبليغها ويدعو لمن فعل ذلك بنضارة الوجه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف ميناء يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم. هذا بطبيعة قال هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الخيف أو الخيف يسميوه، هذا في ميناء في لما الإنسان في موسم الحج ويكرمه الله بالمبيت في ميناء فسيصلي في هذا المسجد، هذا مسجد الخيف يسمى، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فبين أنه بطبيعة نظارة الوجه هي حسن الوجه وحسن الهيئة وعلامة القبول وعلامة المحبة لله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من هو. قال من سمع مقالتي، مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، في رواية كما سمعه بلغه من لم يسمعه، أي بلغه إلى من لم يسمع هذا الحديث. فبين أنه هناك من يسمع الحديث ويبلغه لكن لم يفهمه أو يفهم منه جزء أو شيء من هذا القبيل، ولكن اللي يبلغه لشخص آخر شخص آخر يفهمه كما يجب. قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هناك والرب تفيد تقليل أو التكثير، تستعملها باش تقول قليل من الناس كذا، ورب كذلك التكثير،
أي كم من وهنا تحتمل الاثنين لكن الأكثر للتكثير هنا. فرب حامل فقر لمن هو أفقه منه، يعني كم من إنسان ينقل آية أو حديث نبوي أو مسألة فقهية هو يمكن لا يفقهها أو لم يعمل بها مثلا، وينقل إلى شخص يعمل بها ويفقهه ويفهمه كما يجب. ولذلك هذا دعوة إلى تبليغ، إلى نشر العلم، إلى تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيصاله للغير. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، هذا أمر كل مؤمن يطمح إليه ويحرص عليه. النصيحة لأئمة المسلمين، الأئمة هنا بالمعنى العام، أي كل من أعده مسؤولية، أئمة المسلمين مش الأئمة الإمام الخمس، هذا من بين، لكن الأئمة هنا كل ما أخذ مسؤولية في البلاد، أبدأ من رئيس الدولة إلى من هو عنده مسؤولية في على المسلمين. فهذا ننصحه، إذا عنا تأثير عليه ننصحه، إذا رأيناه يخطئ أو يظلم أو يفعل شيء ننصحه. ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم. لزوم الجماعة هذا أهم شيء، على لزوم جماعة المسلمين هذا أهم شيء. ولذلك كل فرق المبتدعة وكل فرق الضالة هي تشذ على مجموعة أهل السنة والجماعة، يكونوا مجموعة وحدهم وينفصلوا، يقولوا احنا يا اخويا احنا نفهم انتم ما تفهموش، احنا فرقة الناجية انتم كل في النار، احنا مسلمين انتم كفار. ديما هذا المبتدعة دائما هكذا، اسلوب الخوارج واسلوب المبتدعة انه ينفصلوا على جماعة المسلمين، يكونوا مجموعة مسلمين ماشيين بعضهم، اخويا هو يقول لك انا ما يساعدنيش، هنفهم خير منهم، وهم كل غالطين، كلهم كل غلط الشيوخ. انا فهمت هالمسألة، الشيوخ كل غالطين، ها فيسبوك معبي مدكم الحكايه هذه، مدكم تتكي فيسبوك حلوه تشوف ان هذا يطلع اسم العلماء يكون فهموا شيء، اما حديث ما فهموا شيء، العوض الحديث يقولوا ويقولوا لا ويقولوا خلاف الحديث. وهذا الاحمق الابله ما يعرفش مثل الناسخ والمنسوخ، ما يعرفش حد شيء، مش فاهم شيء من شيء، مش يبال بالسهوله التامه، يرد حديث يقراك وهذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء هذا كمحرم، أمر بشيء هذا كواجب، كان جهك ما يسحقوش العلماء، يخلي النبي صلى الله عليه وسلم زوج كتب ونتبعهم كهو، كجهك بالبساطة اللي توقع فيها هذا السفيه، رأى ما نسحقوش العلماء للصحاب، خلينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نقرأونا في محاضنا كهو، ونرجع للصحابة، أعطوني الصحابي خذ علم من كتاب، صحابي واحد. حتى اللي يدون ياخو عند النبي صلى الله عليه وسلم ياخو يفسر وبعد يكتب. أصلا نهى من النبي صلى الله عليه وسلم شكل الحديث في الفترة الأولى، في فترة طويلة من البعثة، مش ما يخلطوش بالقرآن، ثم في آخر زمان بعد يكتب، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبوا فيه حفاظا على الحديث النبوي ودونوا، وكان هذا السبب في حفاظ على الحديث النبوي. أما ما عندهم شيء يقرأ من الكتب، يا صحابي قال لي اسمع تعلمت كل شيء من كتاب، لقيته هكا بديت نقرا فيه. كلهم يمشيوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امامه، يا رسول الله فعلنا كذا، يا رسول الله كذا، يا رسول الله هل كذا، وهو يعطيهم بعض احيان حتى من غير ما يسال صلى الله عليه وسلم. فلزوم الجماعه هذا سبب الحفاظه. هانش قال دعوتهم تحفظ من وراءهم، تبع انت علماء للسنه والجماعه، تمشي مع مجموعه العلماء وتقتدي بهم وتحبهم تكون محفوظ. وتشذ وبديت تخدم في مخك وعلى أساس تعرفه، مشيت للهاوية مباشرة، تبعت إبليس طول من غير حتى شك. زاد اللي تسمعوه تو يبدي طاعن ظاهر يطالع هكا ويجيب في كلامه والعلماء ومش ينقلونا في الدين الصحيح ويخبيوا علينا في أمور الدين، وفما أمور يحبوش يقولوها لنا وهما يعرفوها ودرا شنوا، وفما تناقضات في الدين وهما ما يحبوش يتكلموا فيها، وفما كذا وكلام كلام معناه نتاع واحد سفيه، واحد مريض القلب. لو كان مشى يتعلم راه ما يقولش هذا الكلام، لكن الجهل بطبيعة. وسبحان الله كيفاش يقتلنا بروحه انه متعلم، عجيب، يعرف روحه ما قراش حتى شيء، لا فقه ولا عقيد ولا حتى شيء، بيتكلم واثق من روحه الراجل. لا يقولوا خبرنا بيك النبي صلى الله عليه وسلم، تخافش في بالنا بيك، في بالنا بيك مش تظهر ونعرفكش مش تقول، قبل حتى ما تظهر انت، قبل وقت ما زلت في العدم
نعرفوك مش تقول وش مش تحكي، وجماعة القرآنيين نعرفها مش يقول وقرآن نحن قرآن كهو السنة ما نستعرفوش بها. أنا توي طنطا خليتها ولابس برك واحد طب. قال لي اسمعي برك باش نسلك أنا والله السنة مش مقنعة أنا بها كيفاش السنة هذه. نسمع الشيوخ ديما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع حتى واحد يقول آل شو مقلق في الحكاية. الشيخ يبدأ يحكي في التلفزة ولا في حاجة يقول ديما يستشهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك إني شبيه يستشهد بالقرآن شبيه ما نسمعش حتى الشيخ يجيب لي آية معناها ولا واش تبع في شيخ واحد مضمحل وضال مظل وبيش يحب يعرف كان يسمع للسنة الجماعة يستدرب الأحاديث يستدرب الآيات يستدرب أقوال العلماء ثلاثة حوايج. ولكن فما مفارقة نستحقوا الأحاديث النبوي فقط لين تفصيل أمور تفصيلية. القرآن لم يفصل، القرآن يعطيك أمور مجملة بعض أمور فصلها مثل الفرائض. الأمور إجمالية أقيموا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب تفصيل من السنة. فكيجي مش فصل لي عدد على ركعات الظهر مش جيب لي آية جيب لي حديث يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربع ركعات وكذا. ولكن الجهل يعمي، الجهل يعمي والتكبر خاصة الكبر. أشنع شيء والكبر مش الجهل، جهل مع تواضع يتعلم صح، أما جهل مع كبر أنا ربكم الأعلى هذيك هي أنا ربكم الأعلى في العلم. ولتسمع واحد من الشيوخ يقول أنا عالم وأنا أعلم واحد، لتسمع واحد من الشيوخ شيوخ أهل السنة الشيوخ العلماء الكبار لو واحد منهم مرة تسمع يقول ربع كلمة أني أنا أعلم واحد وأني أفهم خير من غيره مستحيل يقول هالكلمة ولا يفكر فيها حتى بقلبه. أما السفهاء بطبيعة الجهالة يحفظ كلمتين منه وبعد يطلع أنا ربكم الأعلى. الشيوخ كل غلطين أسمع شفتوا حديث صحيح والشيوخ يقولوا خلاف الحديث يفتيوا بخلاف الحديث الشيوخ غلطين أنا صحيح هنيئا لك بهذا الضلال المبين. وإذا ما ترجعش لله تعرف روحك وين تلقى روحك نهار أخر. ومن شذ شذ في النار حديث واضح حديث واضح وصريح. عليكم الجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاسية الحديث. وحديث الآخر عليكم بالجماعة ومن شذ في حديث طويل في آخر ومن شذ شذ في النار. ممكن تحب على النار امشي لها بر هني قدامك. سبحان الله 1400 عام كاملين علماء متفقين على مسألة يطلع لنا واحد تحت الأرض توا يقول لك لا غلطين والله عندي يقين قطعي أنك أنت غلط وأنك ظالم وظلم. مش عندي يقين، عندي يقين 100% أنك ظالم وظلم. اللي خالف جميع المسلمين ظالم وظلم قطعا زادا مش ظنا مش غلبة الظن زادا مش 99 100% غلط. ولو الاجتهاد الأجمع عليه الأمة مش هذاك المقصود عند الله. لو ما اتفقت على مسألة عند ربي في الحقيقة مش هذيك بالضبط، هم على صواب وعلى خطأ. ولو هو كيستنبط ولا فكر طلع من بين الأمور التي يريدها الله في الحقيقة معناها وقت ما يعرف ايش ما انه خالف الجماعة على اسم وعلى ظلال مبين. فهمتها هذه؟ من قال الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. واحد يتكلم من رأسه في القرآن جاب معنى صحيح كما قالوا العلماء عنده إثم فقد أخطأ. علاش يتكلم غير علم إنه جاهل مش فهم حد شيء ويفسر آية قرآنية من رأسه. قال إذا فسر وجابها صحيحة وجابها كما قال المفسرين كل رأى عنده إثم وكيف فسر يجيبها غلط عنده إثمي. شفتوا اللعب نلعب فيه إحنا توا كيفاش قاعدين نلعبوا يمد هكا يقرا كلمتين يقرا اشتر كتاب نحو وربع كتاب فقه ومن بعد يمد قال فسر في القران مش يتبع في تفسير ولا يقرا في تفسير تعدل تقرا في تفسير الشيخ طاهر بن عاشور وتقرا في تفسير الشيخ شعراء وتقرا فيه كلامه هو يريك هذاك المطلوب. اما تجي وحدك تفز تسد المصحف كيك المصحف فقط بدون تفسير ويبدا يقرا كذا كذا هذا معنى كذا هذا معنى كذا هذا يحضر روحه خاطر المفسرين راهم متراسخين في العلم يعني متمكنين في العلم قارين العلم للاخر. اللي يفسر القران في اخر حياته يفسروا غالبا في اخر حياته لانه بعد ما يتمكن في العلم مش بيا ولا حياته مازال ونيا يشم في الفقه وما يعرفش من فرض نواقض الوضوء مازال ما يعرفهاش يفسر في القران قال هذاك ما على حديث انا داخل في الحديث طول ما غير ما يفكر زاد. من قال في القران برايه
وأصاب فقد أخطأ. قال وطلع كلامه صحيح، وتجز طلع كلامه صحيح، ياخو ثواب ياخو إثم، وكي يطلع كلامه غلط ياخو إثمين. تو يفلح هذا نهار أخر. قال وجئت، تحب تنقل تفسير أقرأ كلام المفسرين ولا حافظ وانت ينقلوا كما عرفتوا كما حفظتوا كما سمعتوا. تقول لهم قال الشيخ شعراوي كذا، قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور كذا، قال ابن كثير كذا، قال الشيخ السيوطي كذا، وكهو تنقل امورك مريك، ننقل في كلام العلماء ومن ادرى منا. ابى تجي وحدك تبدل كتاب وتغزل الايه وان يظهر لي هذا معنى هكا ويظهر لي، وكانه هذا هو الحذر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الواضح. ويا ما حديث تحذر من الكلام في الدين بجهل، مش متعلم يتكلم في امور الدين. قال وجاء في صحيح ابن حبان زيادة على ذلك، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له أو ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. معنى اللي عنده نيته كان الدنيا، يحب على الحياة الدنيا، يحب كان البذخ والنعيم والمال والمناصب هذيك هي، وحتى كي يصلي ولا حاجة لغاية دنيوية. قال هذا فرق الله عليه أمره، يولي داخل مشتت، ما عاد فاهم، ما عادش عنده لا بوصلة لا 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 اتجاه صحيح. وجعل فقره بين عينيه، تجري انت متحب على المال تقعد فقير، تعيش كالفقير، معنى تعيش في حياة الدنيا كالفقير، وفي آخر وقت تفقر بالحق، تمشي تمشي عندك فلوس ماكش عايش بها، ماكش كما قال متمتع بها، وزيد في اخر حياتك ربي يعطيك حاجه تخليك فقير، تشد الحبس شيكات بدون رصيد، ولا مانيش عارف عندك ديون، ولا تشدوك بالكمشه في بلاصه، هذيك هي. وفي الاخر شنو قالك؟ ما يجيك الا ربي كتبه لك. والعكس، اللي عنده نيه الاخره، طاعه ربي، وان المقصد هو الاخره، وان الدنيا هذه وسيله فقط للاخره، ربي يجمع له أمره ويجعله على صراط مستقيم وبصيرة وبصره بصيرة، وجعل غناه في قلبه، يكون حتى ولو فقير، فقير ما عندوش قوت يومي، لكن عايش لاباس عليه، فارح ديما يحمد في ربي ويشكر، وين تراه تقول هذا مليونير وهو فقير ما عندوش شيء، الفطور نتاع النهار والغداء ما عندوش. قال غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، ويجي وقت ربي يعطيه من الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم أصحاب الصفة فيهم بعد ذلك في آخر زمان أصبح غني، رغم أثرياء أصحاب الصفة، أصحاب الصفة لكن ما يقاش ما يأكل ويشرب، يقعد يدور، يبدأ يرى الصحاب متعد، يبدأ يمشي وراء هكا باش ماشي، يقول ويجي يقول بحذايا شوية من الجوع، معناه يقرب له هكا كما يقولوا كلا، يعمل في شوية خلي في قبيلة نيجيعان باش يوكلني حويج. هذا من أصحاب الصفة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم. فيهم من آخر زمان من الأثرياء، لكن الدنيا ما قال الدنيا ولا قال ما عادش نصلي ولا ما عادش يمشي للجامعة ولا ما عادش يقرأ، لا، حافظين دينهم كما هو، وينفق في سبيل الله والمال اللي يجي ويتبرع ويعمل كل شيء. هذا من المخلصين لله، من أهل الله، مش تجي الفلوس تدور بشوية ما عادش ترى وجهه، القبلة ما عادش يعرفها منين. هذا يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، لا ربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يعافينا من هؤلاء، يا رب عافينا من هؤلاء، يا رب نسألك ألا تري مثل هؤلاء الظلال ولا تجعلنا منهم. الحديث الأربع في وصاياه صلى الله عليه وسلم الجامعة للحكم والآداب، عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. وفي رواية ابن حبان فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. وهذايا 90% من المسلمين يعرفوا شيء الصمت يعينك على مردينك، خالك بالكش معنى يعينك على مردينك، معنى كل شيء ولي سهل، تتجنب باش ذنوب وآثم تاع هذا، سمعتوه هذا تعرفوه هذا الإنسان. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلام كبير برش،
صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باللسان هناك كلمات يقول الإنسان ولا يعطي لها بالا وأمور كبيرة، فالصحابي قال أو نؤاخذ بما نقول أو نتكلم أو في معنى الحديث الصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك، فهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قالوا في النار، غالب اللي يمشي للنار بيش بسبب اللسان، هذا غالب أهل النار لم يكن كلهم. فلذلك قال عليك بطول الصمت، سكات، يتكلم في خير، في منفعة، في نقل أمر، مسألة دينية، في حاجة مفيدة للبشرية، للأمة الإسلامية وللبشرية بصفة عامة، قالوا لا تسكت. أما كالثرثر كورة، فن مسرح، فن، هذا يكون مش قيد عليك وينقص لك، وما يكونش يكون معناها هنا الصمت مطر من الشيطان، الثرثرة تجيب الشيطان. قال عون لك على أمر دينك، الصمت عون على أمر دين، الثرثرة عكس بالضبط. قلت زدني، سيدنا أبو ذر مازال يحب على التفصيل، قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. فمن بعض الناس كيك أنا مصباح الليل ويضحك ولا يضحك في غيره، هذا علامة قلب ميت، قلب ميت. لا كيفاش نتفرهد وخي ديما نحبو، قال لك تفرهد نهار كامل عاد يضحك، قال ياك وكثرة الضحك، يعني ضحكت مرة ماهوش مشكل، مش مصباح الليل وانت تتنكب تضحك نهار كامل تضحك، هذا علامة على قلة الديانة. نهار كامل يضحك، نهار كامل يفدلك، نهار كامل، هذه علامة قلة الديانة، راه ليست خاصلة طيبة، راه صحيح واحد يفدلك بين حين وآخر هكا طيب، أنه مش يكون جدي، بعض الأحيان يعمل مسحة، يعمل نكتة في أمر مباح بالطبيعة، هذا طيب بالطبيعة، هذا المطلوب من خطيب أو مدرس، أنه بين حين وآخر يعمل هكا نكتة باش يرفع الحاضرين، ولكن كثرة لا. قلت زدني، سيدنا أبو ذر مازال يطلب النصائح من عند سيد النصائح، سيد الناصحين صلى الله عليه وسلم، قال قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، حتى هو متى ما يقولش الحق مر مستحيل يقول، يكذب ويعمل 50 كذبة ويحلب الكذب زاد ويقسم بالكذب زاد، مش حتى يكذب ويسكت برا، يقسم باش يحصل وزرين، معنا وزر القسم بالكذب ووزر الكذب. قال قلت زدني، قال لا تخف الله لومة لائم، معناها تتكلم في أمر دينك وما يهمكش ما تعدلش وما يلزمش نفهمها بالمقلوب، لا تخف الله لومة لائم، معناها إذا عندك إمكانية باش تأمر معروف ثاني على المنكر، توفرت فيك الشروط ولك أثر، تتكلم ماكش تسكت، مش تشري شبوك، مش تكون قاعد تمشي تدوج على الناس، مش تكون يعمل ويعمل تبت على أساس تنصح فيه، هي ولا اسمه تجسس، يقول ومش تطلب لقاء العدو زاد، الناس راكحة وهم راكحين وانت مش تشري في الشبوك. جاتك موقف انت قادر ان تغيره بيدك او بلسانك أو بقلبك، هذاك أضعف الإيمان، فغيره، هاي لا تخاف الله ولا ابنها، مش تحشم تقول والله يسمع ويتقولوا علي أنت متخلف، أنت متطرف، أنت متعصب، كمش قولوا هذه غير مباحة، راهي ما لا تجوز، أو يتهموني بالتخلف، هذا اسمه، هذا يخاف، مش لا، هو قال لا تخاف الله لومة لائم، هذا يخاف من لومة لائم، يخاف العباد اللي هم عليه. انت مازلت كي تو الدنيا تطورت، مازلت تو تحكي على الحجاب، ومازلت تحكي على الصلاه، فاذا كنت معنا تتبع وتشارك بني اسرائيل شنو اهلكهم، كانوا يفعلوا المعاصي ولا ما متاحوا يتفرجوا، ما يقولوش لا ما تعملش، يسكت، يقولوش اعمل ام يسكت، هاك سكت هذاك هو اهلكهم. قلت زدني، قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك،
روى الإمام أحمد الطبراني وابن حبان في صحيح والحاكم واللفظ له قال صحيح الإسناد. شبهها؟ دخل يحجز ما تعلمه من نفسه. فما شكون يجم يعرف الإنسان الذي يقابله شنو أموره بالضبط مع ربي، بريكل ولا مش بريكل؟ بالتدقيق معناها الظاهر والباطن. وكل إنسان يعرف عيوبه ولا ما يعرفش، فبالتالي ليحجزك عن تكلم في عيوب الناس والقيل والقال وفضح الناس ما عندك أنت من عيوب، اكتفي بما عندك ساعة، ركح صلح اللي عندك الكل وقت الكم ما يسيرش، أنا عندك الناس قدالك. قال يرى القذاة في عين أخي ويرى الخشبة في عيني صاحب، يرى قشة في عين صاحب، واسم يرى عيني فيها قشة، رد بالك تشبيك ما تنحياش قشة، قال هو خشبة في عيني، خشبة كاملة في عيني، يرى كان في التغيير ليحجزك عن الناس ما تعرف نفسك، لأن عيوبك تعرفها أنت. الوحيد اللي يعرف عيوبه 100% بعد الله سبحانه وتعالى وبعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان نفسه. كل إنسان يعرف شنو هو خطرتي، ما تظهرش كل شيء للناس، أنت يراوك في مجلس العلم، يراوك في الصلاه، لكن الله أعلم شما خفاء. بالطبيعة نقدم حسن الظن، بالطبيعة الإنسان يقدم حسن الظن. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال شبح واش عنده في قلب ولا بكش مدغدس، قال اشهدوا بالايمان، تم يمشي للجامع راهو يمشي ويصلي ويرجع، يمشي يصلي ويرجع، فعل الايمان ما ندخلوش الدنيا بعضها. اما كانسان يعرف عيوبه، وكلنا عنده عيوب، واحد يقول ما عنديش عيوب راهو هذاك عيب، ولا قال ما عنديش عيوب، واحد يقول ما عندناش عيوب خاصه نحن المجموعه، ف معناها في آخر الزمان يجي واحد يقول لك ما عندي حد شيء، ما عملت حد شيء، يعني مريقل دعاء 100% مريقل مع ربي مع عباده، برب شو شوية تشوف له مريقل مع ربي له مريقل مع عباده، أصلا تلقاه عامل طوامل تهزه للنار طول ما غير حتى فرنات يهبط طول، عرفتك اللي يبدأ حال 100 كيلومتر وفما هذا طريق مقصوص، وبعد يلقى روحه في المحيط يبدأ يجري اسمع يبدأ ينقص راهو كما هو بلاني مريب صحيح الطريقه ذا مريقل ويوصل لي ليه وما تعرف خير مني اوف يقرأ في لافو يغرقوا كرهته يرتاحوا مني. فلذلك الانسان ديما يعتني بعيوبه، ديما يبدا بينه وبين روحه واني عندي فيه مشكله، مازال عندي سوء الظن، مازال عندي الحسد، نحاول كيفاش نتخلص منه. وجاء في رواية صحيح ابن حبان بعد قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكثرة الضحك، قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني، سيدنا أبو ذر هنيئا له، الله أخذ نصايح شيء كبير، الله هنيئا له. قلت يا رسول الله زدني، قال أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني، قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك في الأمور الدنيوية، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك أو عندك. وهذه كان خذينا بها القاعدة هذه بركة رانا مليق لي في أحسن ما ما يكون مع ربي مع العباد. قال انظر من هو تحتك، مش جي واحد باني 20 طاق وانت تسكن في بيت عديل، الله يصح لي كان ربي يعطيني نعمل كيفه، مش خاص كان عندي نعمل كيفه، والله ربي ما عطانيش، يعني والله يصلي بكل وربي ما عطانيش، مش فاهم عليش هذا كان ما يصليش ما عنده عمارة 20 طاق واني ما عنديش، هو ما يصليش ما عنده زنس كرهب واني ما عنديش حتى كره، ربي ما عطانيش في قلب محموس يا ربي شو ما عطيتنيش، معناه يصرح فيما يصرح بها اصلا، معناه هو حتى ما صرحش بها صرح بها، اذا خمم فيها في قلب معناه كان يصرح. قال تنظر من هو تحتك، شوفك الفقير المنقاش وين يرقد،
ذاك البرد بتاع صفر وتحت الصفر في بعض البلدان هو يبدا ما يلقاش وين يروح، ما يلقاش باش يطرد ولا ما يلقاش باش ياكل، يعني لو شفت بالله على يلقى حاجه باش ياكلها تغزل ولا تقول يا ربك الحمد انا في دار ومساكن دار ملك ونتغطى ونرقد وعندي بيوت وعندي دوش وعندي تواليت وعندي كل شيء. وقت تحمد ربي تقول يا ربك الحمد على النعمه الكبيره اللي عطيتها لي. اما كنت تبع لي في الاثرياء شي ما عنديش والله، وعندي زوج كريم وانا كرهبه واحده ربي ما عطانيش، وبين عماره 30 طاق واني ما عندي طاق يجعلني بالسيف لحق ربي ما عطانيش، وشد وزير ورئيس واني ما سيبش حتى منصب نجري ونلف ما لقيتش حتى منصب يرفضوني ربي ما عطانيش. فاش تقعد انت بك الحاله هذيك المزريه وزيد عليها الذنب وزيد عليها عدم التوفيق، يعني هذا الفكر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه فلاح أصلا. قلت يا رسول الله زدني، قال قل الحق وإن كان مرا. بطبيعة هي الحديث في حديث آخر في أمور الدين تنظر من هو أعلى منك. في الدين شوف أعلم العلماء وهذاك حطوا قدوة وشوف روحك أنت قداش مسافة بينك وبينه ووريني عطيتك باش تخلطوا ما يصيرش وقتها أتبعوا وقل نحب منكم كيف واحرص باش تكون كيف وهيك أمريكا. شوف اعلم اهل الارض ولا من الناس العلماء الكبار الصالحين وقول نحاول نكون كيف وقتها تنافس ميشالش، وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون مش في الدنيا. لو واحد تسمع يقول لك والله اني ماذا بين نكون كيك العالم الكبير والله نحن نحرص باش نتعلم ونطلب العلم باش نولي معناه كيف يحزوا كان في الدنيا. قلت يا رسول الله زدني، هذا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه ما زال يطلب النصائح. قالوا قل الحق وإن كان مرا، معروف هذا. قال قلت يا رسول الله زدني، قال ليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. أنا أفسر وقال العيوب، أنا عيوبك ما تقعش لي بعيوب الناس لا بعيوبك لم تعرف أنت عيوبك، ولا تجد عليهم فيما يأتون. فتبدأش نهار كامل حانق خطر واحد من المعصات تبدأ حانق عليه تجعله معناها وإذا قالوا الكلمة ولا سمع الكلمة زادت بمغشش ومش عاجبك وكل. قال أنت مدام أمورك مريقلة مع ربي وأنت معناها مستقيم والناس اتهموك بالفساد، إذا كان فيك الفساد كلام صحيح فيكش فساد هم يسعوا يحاسبون والله على اتهام الباطل. قال هذا يبقى من علامة الصلاح، الإنسان اللي يردش الفعل هذا من علامات الصلاح، الناس تتهم فيه باطل هو إنسان معناه مستقيم الناس يقولون أنت بيك وعليك تهمو. فهو مش بس ولا ما عنديش ومتوبة فساد ومتوبة يجي، قال لا تجد عليه فيما يأتوا، خلي يقول فيك الكلام شو المشكل، هو مش تحاسب هو مش توزر ماكش انت في واحد يغتابك انت عندك اثم هو اللي يغتاب فيك عنده اثم. قال ولا تجد عليهم فيما يأتون، تجد معنى تغضب من الوجد. قال وكفى بك عيبا ان تعرف من الناس ما تجهله من نفسك. كفى بك عيبا مع الناس يفيقوك على عيوبك، معنى الناس فيقوك على عيوبك قال يزي معنى فضايح تفضح في روحك علاش نصلح عيوبك انت بالستر، استنى حتى الناس يجي يقولوا لك يا فلان راك مش على راسك. معنى من العيوب انك تكتشف عيوبك عن طريق الناس، الناس عوام الناس معنى. او شيخ مش يبين لك عيبك، او شيخ التربيه بالطبيعه هو مش يبين لك عيوبك الكل ويربي فيك، فمش عارف عيوبك الكل بالتفصيل بطريقة أولى باش يقول لك هذا كذا والجنة كذا. أما عوام الناس يجي يقولوا يبينوا لك عيبك مشكلة كبيرة، هذا معناها أنت غافل غفلة كبيرة. اللي يوصلوا الناس يقول لك يا فلان راه فيك مشكلة راه قاعد تكذب برشا راه كثرت لها من الكذب، اللي يقول لك هكا كثرت لها من الكذب شوية ما عادش تكذب. هذا ما يفعله المبتدعة الوهابية دي السلفية مع الأشاعرة بالضبط، كذب صريح واضح لا شك فيه، ويعلم أنه يكذب راه رأى مش يكذب على حسن نية على أساس هذاك علمه، يعلم أنه يكذب راه الطامة الكبرى أنه يعلم أنه يكذب، يعني نبهه قلوا أنت تقول في الكتاب قال أو الكتاب قال حتى شيء يعاود من درس أخر يعاود يكذب نفس الكذبة. قولك فلان قال توريه الكتاب تقول هو العالم قال الكلام اللي قلته اصلا هو مكتوب كل شيء يخلصوا
بعد يعود الدرس يعود يكذب في الكذب، يقول فلان قال من أرض ما ترى في عينك في حياتك، من أرض ما شفت في حياتي. ويسمى شيخة علامة عندهم، اسمه علامة يسميه فيه، كذب صريح واضح لا شك فيه. راهو مش تقول غلط، هو قالوا هكا وفما ذاك، راهو نبه ويعرف ويواهب ومر ذاك يعود نفس الكذب. حضر روحه يوم القيامة، شو يقول؟ حضر روحه وحاسبني كان يمنع إذا ما تابش ربي ورجع ورجع لأهل الحق ورجع وسحب كل كلام ولا قال وكذب في أهل السنة. حضر روحه كاو، شو يقول؟ حضر روحه، شو يقول؟ يفصل فينا ربي والله. يتكلم حاجة قالها مثلا شو يسترد بفهمك السقيم ما تتعدى، أما تكذب وتقول عملوا ولا قالوا، تكذب عليهم وتطعن فيهم بالقول هذا الشنيع اللي قلت ونسبت لي المباراة منهم، حذر روحك. اسم بهتان، تعرف البهتان أقوى من الغيبة، الغيبة تتمشي للنار، البهتان أقوى أقوى، وخاصة في الدينة أشنع وأشنع. البهتان في أمور دنيوية شنيع جدا وكبيرة من الكبائر تؤدي بصاحبها للنار. خلي في الدين، يتهمك في الدين وانت مريقل ما عندك حد شيء. يتهموا في الأشاعرة، قالوا انتم مشركين، زنادقة، كفار، ظلال، هذا اللي تلطف معناها ألطف لك واحد. ينسبوا كلام ما قالوش أصل الأشاعرة، ينسبوا ويقولوا كلام كفر، ينسبوا كلام تاع كفر للسادة الأشاعرة، وبعد يقولوا لا أو يقولوا هك شنو هذا مش كفر، اي قالوا هذا شاعر يقول الله في كل مكان. قالك نتحداهم هؤلاء من الكبير متاعهم الزعيم الضلال الى اصغر واحد فيهم، يجيب الكتاب تاع عالم علم الاشاعره، كتاب واحد يدي فقره واحد حتى بالسيدي بالسهو، لم يذكر واحد من الاشاعره انه الاشاعره يقول الله في كل مكان، يقول الله ليس له مكان. الاشاعره الله ليس له مكان، علمه في كل مكان مش بذاته، مش الله في كل مكان بذاته. شو يقول لك هو؟ لا، الأشاعرة يقول الله في كل مكان بذاته، هذا قول كفر في بالكم، اللي يقول الله في كل مكان بذاته هذا كافر، قول كفر في العقيدة، واضح ولا؟ يعني نسب لله المكان ونسب لله أماكن قذرة أيضا، هذا متفق عليه. فالأشاعرة يقول الله ليس له مكان، الله ليس جسم ولازم صفات البشر، ليس له مكان، احنا عندنا مكان وعندنا زمان، الله لا يجعل له مكان ولا زمان. قول اهل السنه والجماعه الساده الاشاعره الله ليس له مكان، هذه مساله مهمه في العقيده من اساسيات العقيده. اللي ينسب لله مكان يقول في كل مكان، ينسب له مكان تقول في كل مكان، كل مكان مش مكان ولا بكش حاجه اخرى، تقول في كل مكان مش مكان، كي تقول تو انت الحليب منتشر في كل مكان معناها المكان فيه الحليب ما يسماش مكان، تقول انت الحليب توا كان مقطوع انتشر في كل مكان، تقول في كل مكان معناها نفيت المكان على الحليب. فهموني توا رب سامحوني، جاوبوني مثال، جاوبوا. يقول موجود في كل مكان معناها نفيت المكانية على الحليب، معناها موجود مكان هذا نسبت له 20 مكان. قول اشنع ما تنسب له المكان، هو تنسب المكان شنيع، تنسب له اكثر مكان اشنع. نهار كان يطنطنوا يعاودوا فيها الكذبه، كذبوا صدقوا ويعاودوا فيها ويسمعوا فاش يحكي يعاودوا فيها. وارض الصفه هي الكذب، ارض الصفه عند المؤمن هي الكذب، ارض الصفه بعد الكفر، ارض كيف الصفه هي الكذب، تجعل من ارض للناس اللي يكذب ويعرف روحه يكذب ارض للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، سأل الصحابة أذن سيدنا أبو هريرة، قالوا يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم. يجب يسرق. قالوا أيزني المؤمن؟ قال نعم. قالوا أيكذب المؤمن؟ قال لا. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرق أي فترة ضعف يسرق، يتوب الرب ويرجع يزنى كيف كيف، أما الكذب مشكلة كبيرة، حتى توبته توبة خاصة تتحق الناس وفي خبالة كبيرة. والذي يزال يكذب، يكذب الأولى والثاني، يكذب عند الله كذابا ويحشر مع الكذابين،
والكذابين ما عندهمش نجاة يوم القيامة. اللي يحشي ربي مع الكذابين معنى انتهى أمره. فإياك أن تفتري على غيرك حتى على غير المسلمين، حتى واحد يهودي ولا نصراني تكذب عليه تقول كلام ما عملوش تقول وعمل، هذا روحك من الله مش مسلمة غير مسلم تكذب عليه تقول راه فلان عمل وضرب وعمل وما عمل حتى شيء خطيئة، هذا روحك من الله. خلي عاد مسلم حرمة الإسلام وكل وقتها انسى، مش خاطر من عادي معاه ولا خاطر مش متفق معاه في الآراء ولا خاطر شفت المبتدع هؤلاء الوهابية ما عندكش حق باش تكذب عليهم تقول كلام ما قالوش، مش على أساس زلنا ولي فلاح قال هانهم يكذبوا أي هما يكذبوا تكذب كيف متولي كيفهم بالضبط، هما يكذبوا أنت تكذب كيفهم بالضبط، أنت ما فيما حتى فرق ما ينفعكش أنت ماكل السنة لحد شيء. المؤمن لا يكون كذاب، حاجة قالها ثابتة رد عليهم فيها قول قال ورد. ولذلك أنا ما نحكي في مسألة من متأكد أنا مقالها، نحكي في مسألة متأكد أنا مقالها وسمعتها بوضني وأنا سمعتها من 20 واحد مش واحد برك، مش يقول لك شو بوضني ما سمعتش بالباهي 20 واحد نسمع يقول نفس الكلمة نفس الكذبة. فإياك أن تكذب على المخالف، إنسان مكش موافق في الآراء والحاجة رد له تكذب عليه، رد عليه حاجة قالها قال رد عليه قل وراء كلام خالد وكذا وكذا ما قالهاش يقول قلتها وتبدأ على اساس ترد وكذا رد بالك وردك تغلط الغلطه الكبيره هذه. فما ناس يبدا يدافع بالحاميه وحماس ولا يكذب الدين ما يحتاجش الكذب براهو الدين مش دافع الدين ما يحتاجش الكذب اصلا، الدين دافع عليه بالصدق ومريقل وتقنع 100% تحتاجش حتى ربع كذبه. اللي يكذب معناه يدافع على نفسه مش على الدين، اللي يكذب يحب يوري روحه. وفي رواية الطبراني وكفى المرء عيبا أن يكون فيه 3 خصال، أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه يفيق ولا روحه وحوش مش عارفه والناس فيق فيه، ويستحي لهم مما هو فيه ويؤذي جليسه. معناها الناس يلوم فيهم كيفاش يحشي ما تعملش هو يعمل فيها، يحشي ما دي مجبيك تعمل في هذه هو يعمل فيها، هم يحشمش هم يحبهم يحشموا هذه معناها يستحي لهم مما هو فيه، هو ما يحشمش ويقول له شبيك ما تحشموش. قال ويؤذي جليسه يأخذ لحظة واحد نهار كم ويؤذي. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي على صدري فقال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسب كحسن الخلق. أعطاهم عن الخلاصة وكفته 3 كلمات هذو ملخص فيها كل الكلام الكل سبق. قالوا لا عقلك التدبير دي ما عندك تدبير وتأخذ أمور بعقلانية وتفكير وبروية أمور الدين والدنيا كيف كيف، حتى أمور الدنيا تأخذها بالسياسة وبشوي بشوي يفكر مش تسرع وترمي روحك بشوي بشوي يفكر في الدين بتبيع فكر زيادة بطريقة سليمة، وهذا اللي يخليك معنا تكون معنا مستقيم وتكون ماشي في طريق السوي. ولا ورعك الكفي بتبيع الكفي هنا هو ذكر في الحاشية قال الامتناع ما يضطرب القلب في تحليله وتحريمه، معنى تتقي الشبهات يقصد تكف عن الشبهات أمر فيه شبهة تتركه خير مش ما تضيحش في الحرام، هذا ورع معروف. الورع هو تعريفه أنه مش ما تقومش بمحرمات، الورع أنه ما تقومش بشبهات تقومش بمحرمات هذاك أصل الدين، أما كيف حاجة شبهة تحتمل تكون حلال تحتمل تكون حرام تبعد عليها. قال هذا هو ورع. فهمت الورع شنو ورع؟ مش كثرة الصلاة ترى ورع، الورع تتقي الشبهات استبراء لدينك كما ورد في الحديث. حاجة بعض قالوا حلال بعض قالوا حرام ابعد عليها حتى مختلفة ابعد عليها، هذا كورع اسمه. هي بعض جوازها لو قمت بها تمشي بقول جواز ما عليكش إثم أما ماكش ورع. فهمتوا اللي معنى الورع راهو مش الابتعاد عن المعاصي وهذا من الغادي ابتعاد عن المعاصي ما نحكيش نحكي انت بعيد عن المعاصي فوق فما حاجه اسمها ورع. فما ناس مش بال ورع كي ما نكذبش ما نسرقش يعني ورع لا ابدا هذا كانك اجتنبت ما نهى الله عنه. اما الورع شبه امر فيه جماعه تقول حلال وجماعه تقول حرام ابدا. فهمتوا ولا أمر مختلف فيه؟ مجموعة من العلماء تفتي أنه حلال مجموعة تفتي أنه حرام
موجود عندنا كثير مسائل من نوع هذا. هذا بدعني تحب تكون وراء بدعني. قال يعني عملت ولا خدمت بالجواز ما عليكش اثم اما كش ورع. فهمتها النقطه ولا فهمت الفرق بين الحرام بين الحرام بين ورع؟ فما فرق. والورع بطبيعه درجه في الصلاح، درجه عاليه في الايمان، راه تترقى في الايمان درجه كبيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصى ولا ورعك الكف، الكف عن الشبهات، عن المساله فيها شبهه معناها تبعد عليها. خاطر نقولوا فيها شبهه راهي فيها قول بالجواز معناها تجم. فما شكون قال تعملها فما قال لا، فهمتوا ولا؟ هذيك اسمها شبهه. ما كانش محرمه محرمه، هذيك نبعدوا عليها ما نسيروا حتى حد. قال ولا حسبك حسن الخلق. الحسب تعرف شنو الحسب؟ هو انك تكون من عيله كبيره، من عيله مرموقه ما شاء الله، يقول لك نسب وحسب والمجد والشرف بانتماءك لقبيله معينه ولدوله معينه وكذا. قال شنو احسن حسب؟ حسن الخلق. مش الحسب تاع النسب نتاعك ابوك شكون وشكون، لا، قال حسن الخلق هذاك احسن حاجه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، المهمه الاساسيه، قال لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. وربي قال وان وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وانك لعلى خلق عظيم. فهو سيد المتخلقين وصاحب الخلق العظيم العظيم بوصف الله له مش وصفنا احنا. ربي يقول عظيم، عظيم بمقياس الله مش مقياسنا احنا. احنا عم نمدحوا كل ما يوصلش العظيم، ما يوصلش كلا حققنا العظم اللي اعطاه ربي. ربي قال عظيم، عمرنا ما نكون نعمل فعل كفعل الله ابدا، معروف العقيده لا فعل كفعل الله. فربي قالوا انك لعلى خلق عظيم، معنى ربي قالوا لك خلق عظيم جدا. ربي قال فبطبيعه عظيم هذا ليس له نهايه. يا رب يقول عظيم معناها عظيم، هذا خيل في مخك العظمة وما توصلش. البعض قال لك يا أخوي اسمع تعظم برشا راه واش تولي صفات الألوهية، تولي الشرك وتولي الألوهية. سمعتوش على مجرى التاريخ واحد عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرقة ضالة ضلالهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتوش بها هذه؟ مستحيل تسمعوا بها هذا، لن توجد أصلا ولن توجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او عيدا في رواية اخرى، يا رب ما تجعلش الناس يعبدوني. دعاء مستجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ استجاب ربي تعالى، مش شو حصل معنا. قال لا تجعل ربي تجعل قبري عيدا او في رواية اخرى وثنا يعبد، نفس المعنى. عيدا معناه بمصطلح النصارى العباده معناها، ويجيو في حفله ويعمل فيها عباده وصعب وهيك للشخص، لشخص بعينه كما عمل سيدنا مع سيدنا المسيح وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، فلذلك لن يوجد ولن يوجد اصلا ولا بشر واحد، راه مش مجموعه جاء قال نعبد النبي صلى الله عليه وسلم هو اله ابدا ولن يكون اصلا. شفتوا الفرق الكفار بانواع كفرهم، لا واحد منهم كفر باتباع بجعل النبي صلى الله عليه وسلم إله أبدا. وفما حتى مسلم ولو أجهل جهالة يعتقد ولو مرة النبي صلى الله عليه وسلم إله أبدا أبدا ولا يفكر فيها. يجيو تو شنو يطلعينا تمدحوا برشا تعظموا فيه تردوه إله من دون الله كما سيدنا عيسى النصارى، شنو رأيكم؟ لا يسكن نصدقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونصدقوا هؤلاء. ربي يقولوا حديث واضح، دعاء ربي مش يعبد من دون الله، لن يعبد من دون الله، انتهى. دعاء مستجاب، راه مش دعاءك انت يجب مستجيب، لا، دعاء سيدنا محمد راه مستجاب. كي دعا خاطر فما فتره فما دعوه دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، ربي قالوا لا هذه لا. قال لا يجعل بأسا بينهم، اي ما تجعلش ربي مسلمين بأس بين بعضهم يعني يقتلوا بعضهم، قالوا لا هذه ما نعطيهالكش لحكمه يعلم الله. لكن صار قالوا لا، هذا البقية كل عطاهوله، كل عطاهوله. شفت سيدنا محمد حب حتى من قاتل واحد شيء، أنا دعانا باش من قاتل حتى نقعدوا مريقلين على طول الزمان. ربي قال له عندي حكمة نحب نعدها، حب الناس تعملوا تذنب وتقاتل كل باش من بعد نحاسبهم. فقالوا هذه ملا. معروف الحديث معنا دعا ثلاثة دعوات، قال لي أعطاني اثنين وواحدة لا. هذه قال نجعل بأسا بينهم، قال لا مش يقعد بأسا بينهم. ف
فشفته فباقي كل دعاء استجاب استجابة كاملة فيش كلام من هذه لا تجعل القبر اللهم لا تجعل القبر عيدا وأخرى وثنا يعبد يجي تو يقول لك لا ما كفروش مدح خاطر مش تردوه إله راه ورد بالك فما ناس تولي تردون إله هكا ثم قلت أقنعوا شكون يصدقكم أنا ما صدقهمش يقينا أنهم كاذبين في هذه الوحدة وفي فكرهم فاسد وباطل ولا يصح أنه يخافوا علينا من الشرك يخافوا علينا باش نألهوا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نعرفوا حدود بشرية النبي صلى الله عليه وسلم شنية ونعرفوا فضائله شنية والشيء اللي تميز به على سائر البشر نعرفه الحمد لله علمانا ورهونا والحمد لله نعرفه على قناعة نعرفه جزء منه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نعرف قدره كاملا إلا يوم القيامة ولكن هنا خذينا عينا مسالش جعلت نعظمه نحبه نكرمه ونمدحه تصبح وعشية وليه ما نقولوش كثرنا من المدح الحمد لله كي عنا الفكرة هذه ربك الحمد ولا كثر ومسالش ما يمدحش يبشي يتكلم في الكورة ويتكلم في المهرجانات مسالش حصل ثواب أكثر من مدح يتكلم في الدنيا تبقى حصل ثواب أكثر من مدح هو هذاك رؤيته خليه حصل ثوابه احنا ثواب نحصلوا بالمدح انا ثواب نحصلوا بالمدح هو يحب يتكلم في الكوره مهرجانات وفي الفلوس في الواحد خليه يتكلم وشوفاه مو فاش يتكلم اللي يمنعوك في المدح شوف فاش يتكلم نهار كان في الفلوس والصفقات والواحد هاك مش تعرف مش تعرف يا شياطين الانس كيفاش يعملوا كيفاش يخدموا على البشريه الحديث 41 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائل الكريمة روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بستة أمور النبي صلى الله عليه وسلم الله فضله على بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال أعطيت جوامع الكلم والله هل نقرأ شفت قديش خذينا من حديث كل جوامع كلم ثلاثة أربع كلمات تجمع تحكي فهم كتاب كامل ألا فهم كتاب إحنا باختصار وكذكرنا شوية بعض الأمور ولكن العلماء كتبوا فيها كتب أصلا تقع حديث تسطرين العلماء كتبوا فيه كتاب كامل قدرك حديث تقع فيه كلمتين سطرين هذا اسمه جوامع الكلم هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء عليه وسلم دون بقية البشر قال ونصرت بالرعب يا ما غزوات ما تمتش يحضر الجيش أوب ترى الكفار خلاو القرية ومواشيهم وكلوا هربوا يمشي المسلمين يهزوا الغنائم ويروح ياما غزوة ياما تو كنا نقراو السيرة تشوفوها قداش من غزو يسمع المسلمين جاياهم فرفر كما تراو فيهم الصهاينة وقت فارين وإن شاء الله يزيدوا فروا أكثر مازالوا مش يفروا أكثر هذه كاني شوية وبرا ربي عطاهم جزء مازالوا مش يفروا منها الكل اشتروها بعينيكم بإذن الله إذا قعدوا أحياء قريب قريب ما عادش برشا يبدأ المسلمين يحضروا الجيش في الطريق لو يسمعوا بهم سي يخرجوا خليهم كل شيء يشيلوا المسلمين يدوا الغنائم يروحوا لا حرب لا قتال لا حتى شيء يام نصرت بالرعب هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال شنو اخر واحلت لي الغنائم الغنائم كانت في الديانات السابقه محرمه وقت سيدنا ابراهيم وقت سيدنا موسى وسين حرب يلموا الغنائم يحرقها ما يصالوهاش اصلا تحرق بل في زمن في الإسلام وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الله أحل الغنائم الغنائم يأخذها المسلمين ويستهلكها ويستعملها كما يحب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في الأنبياء السابقين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا أيضا خاص بالأمة الإسلامية معناها أي بلاصة اللي فيها تلك صحيح صلي على الأرض في الريف في الصحراء في جبل في شط البحر في وسط المسجد في وسط الدار فوق السطح في كل صحيح صلي وين تحب ابعد على مكان نجس فقط الاقبال في بالك النصارى ما تصح صلاه مكان في الكنيسه اليهود كديانه نتاعهم وقت كان ديانتهم يصح صلاته المطلوبه منه من الله كان في الكنيسه ولا في دور العباده معروفه اليهود والنصارى وقت اللي كانوا في وقت سيدنا موسى كل عبادتهم تكون الا في كنيسه كيف يمشي يصلي ولا مش يعبد يمشي الكنيسه ما يمشي في داره ما تصحش منه العباده والصلاه هذيك اللي فرضها على ربي بطريقته ما تصح الا في الكنيسه عند سواء اليهود ولا النصارى احنا لا لو تشوف عن النصارى يمشيوا كالكنيسه يتعبوا حتى في توت يمشي نهار لحد ولا حد معناها ما عندهمش عباده في الدار ممكن تراهم يتلموا يعملوا مجلس ديني في الديار كان في كنيسه شفتها ولا ما شفتوهمش ياش سبعه عامين كان في كنيسه لكن ما تجيش لبيتنا اي احنا المسلمين في اي بلاصه تعبد ربك في اي بلاصه
عم تبدا مسافر تك على الطريق تك الكره بتاعت الصليب بعد ترك امور في العنبر مش تلوج والله اني نتناقى جامع ولا شفت قداش يسر لنا ربي وقداش الدين بتاع قداش الامه هذه ربي اعطاها من الفوائد من الاشياء هذا كل بفضل شكون فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي اعطانا الحوايج هذه معنا بمجيئه هو ربي اعطانا الامور هذه كل وراه واحنا ما نعرفوهاش انه كنا في امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمه كبيره برشا تعرف كان كنا في امه سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى الا كفر الكل ربي قضى عليه مات على الكفر يبعث لهم ريح صرصر عاتية كما قوم عاد ما أنت إذا ما تبعتش مش عندك فرصة طف يقضي عليك توب عقاب جميعي قال وجعلت للأرض مسجدا وطهورا طهور هو كل الصعيد الطيب تش نتيمم إذا ما لقيتش الماء تستعمل التراب والحجر موجود في كل مكان فما عندك وسيلة طهارة في كل مكان ومكان العبادة في كل مكان هذه ميزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذناها من عنده متعنا بها نحن المسلمون قال وأرسلت إلى الخلق كافة كل الأنبياء قبل مرسولين لقوم معين مكان معين في الأرض مش لكل الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث لكل الأرض بدون استثناء فرجي توي طنطن قال شنو ولا يكل العرب قل طنطن على رحك طنطن على رحك ودوش كوني صدقي وفي القرآن ربي وأرسلناك للناس كافة وهو الحديث صحيح واضح هذا أمر قطعي معنا اللي ينكر ويخرج من الله بالطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل بشر البوذي مطالب باش يتبعوا والنصراني مطالب باش يتبعوا واليهودي مطالب باش يتبعوا والملحد واي ديانه تسمع بها مطالب باش يتبع دين الاسلام يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به شرط اساسي للاسلام تؤمن بالله وحده وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاثنين تؤمن بالله وحده وما غير ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم انت ما زلت ليس بس بعيد عن الاسلام كبعد السماء عن الارض ايمان بالله والايمان بسيدنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذه هي شهادة الإسلام ما تبدلش ما تغيرش مش شهادة لو يطنطنوا علينا والله يهودي يهودي كده موحد مريق لا ما دام موحد وما آمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي راهو في النار مخالد في النار النصراني ولا موحد لله يقول الله واحد مش ثلاثة وما يؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مخالد في النار كيموت على عقيدة هذه وضاب وسلم وهذا هذا أمر الله وهذا ما 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 ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة واللي يحب خلاف ذلك يمشي رب يحشر معه قال وختم بي النبيون آخر نبي معنى شي معناه معنى كيجي واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي فهو كذاب غير حتى مشكلة ما غير بتقعد تفكر ولا زعمة ولا أعطيني علامات النبوة جاء واحد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي أو رسول قالوا يا دجال كمل الفم يا دجال يا ناس راه هذا دجال افضحوا هذا لازم تفضحوا فهمتك يجي واحد يقول النبي تعيط قدام الناس يا ناس هذا دجال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده بالقران والسنه مش خلاف وما يدعي ذلك هو غير مسلم مثلا البهائيه تسمعوا بها البهائيه البهائيه عندهم النبوه لم تنتهي فرقة البهائية عندهم ناس يعملهم كالأنبياء ميرزا غلام واحد من جهة الهند سماوش أما كي مات ما فهمتش معناها نبي معناها لا قال له هذا لا أدري هذا الذي هو معناه يعتبره النبي أو ادعى الألوهية خاطر فيه واحد منهم ادعى إله وعلى ما أظن هو دعا النبوة ثم بعد ذلك دعا الولية في باب على ما أظن لست متأكد من المسألة أنا في واحد دعا من الولى على أساس النبوة ثم بعد ذلك دعا إله ونسب تتقف تصور ومن بعد ذلك يروا مات كيش مات ومصدقين أنه إله ميت على حجرة معنا على اللوحة ومازال يعتقد أنه إله يا ربي أعطي يا ربي لك الحمد على نعمة العقل السليم والتفكير السليم يا ربي مدى القدامى رب ده يتعافني يأكل فيه الدود ويعتقد أنه إله لو تقابلوا معه في النار بسيش تو يكتشف لو تقابلوا معه في النار ده هو مش قابل معه في النار عندك شك هؤلاء كلهم في النار كلهم ماتوا على الكفر وعلى شو شخص يردوا إله ويعدوا في من دون الله في الهند جيت الهند عندهم الهند رأي فيها الديانات المشكيرة تمشي الغادي يمكن تكتب عليهم كتاب متاع 5000 صفحة في الديانة وتحدد الديانات هذا يعب في هذه وهذا يعب في الآخر والآخر عنده ويأكل حاجة وهذه حاجة محرمة في الماكلات متاعهم
لا تلقى واحدة على كيف خوه في التحريم. هذا ما يقولش العظم، العظم محرم، العظم بيض، البيض محرم، والآخر اللحم منوع محرم، الآخر اللحم بقر فقط محرم يأكل كل شيء الباقي، والآخر ما يأكلش منش عارف الحناوة من الحشاش، والآخر ما يأكلش منش عارف الزيت، والآخر أنواع كثيرة. شفت معه وعشت معه خدمت معه. الله أعلم هذيك ممكن بعض قبائل يمكن أي ما استغربش. وفي بالك يشد فينا بيرمون في الواد بحيث تمشي تحت الواد تخشم كيموت يرميه في الواد يقعد ماشي يتعفن وتتناوش من الحول. وتصور انت يرميهم 5000 جثة في الواد يولي كان جثث. تخيلوا الريحة معنى تغزل هذه برد. قول يا رب ما أكبر نعمتك يا رب يعطيك ندفنه والناس حطوه تحت التراب وإذا معزز مكرم مفوح معطر. شفتوا الميت قديش نعطره ونفوحه ونغسله كله. شفتوا قديش قيمته محلال ميت ميت وشوف قديش رفع ربي يعطيه. ولازم تغسله ورده تكشف عورته، كشف العورة متاعه أشنع يقول العلماء وكمرد أشنع من كشف عورة الحي الميت. هو ميت وتعري له عورته وعندك ذنب كبير على الأخر أكبر من لو واحد حي عريته. سوف تشد واحد حي وتعريه تكشف له عورته بالقوة إثم كبير. أشنع من ذلك واحد ميت. لذلك اللي يغسل الميت لابد أن يعرف الحكاية هذه ورد بالك تعري له عورته مهما كان السبب. استثناء فقط يكون مثلا امر طبي مثلا حطوا له حاجه كدليه مشيت نحى هذاك معفو عنه. اما غير ذلك مش تغسل ولا حاجه ورد بالك تكشف العوره من السره للركبه للرجل المغطي والباقي تدلك وكل وتدلك من فوق الرداء ولا تحط كاسه ولا حاجه ما تمسش العوره بيدك تعدي اما فوق الرداء هذاك ولا بكاسه في يدك وتعدي فوق العوره تدلكها لانه ذلك كامل الجسد ما فيه العوره. اما رد بالك تكشفه هذا ديما الميت عنده حرمة رب ما أعطانا قيمة للميت يعني إنسان مسلم. هاك تشوفوا الأخرين كيفاش معنا والله مخك يحبس. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحدث بنعمة الله تعالى عليه بأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم وذلك قوة الإيجاز في الألفاظ مع بسط وكثرة في المعاني. لفظ قليل لكن معاني كثيرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيت أتيت بمفاتيح خزائن الأرض أو أتيت مش أتيت أتيت هنا وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وروى أبو يعلى في مسند عن عمر مرفوعا أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كما تقدم جملة من الحديث الواردة في ذلك. قال عندي مفاتيح خزائن الأرض قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطلع على كل ما يقع في الأرض بدون استثناء. لكن بطبيعة الجهل يقول كيفاش أتعلم العلم تتعرف كيفاش وتقطعني 100% وهذا كهو ماشي في بالك النبي صلى الله عليه وسلم في بالو بينا ولا نحن نقراو ونقراو في الحديث ونقرا في الحديثات وغادي نوصفوا فيه نمسحوا فيه بالك ولا اذا في بالوش ما لهم في بالك. في بالك سيدنا محمد في بالو بينا غادي نقراو في سيدنا محمد رسول الله غادي نوصفوا فيه ونمدحوا فيه ونعظموا فيه وهنيئا له بذلك وهو مستبشر بذلك. يعني كتب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك مقبوله صليت عليه مقبوله وانت غافل واضح ولا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. سلمان ده طيب نخلي وأرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.